تحياتي للزميل العزيز هاني حتحوت وتحياتي لمشاهدي صدى البلد في كل مكان. اكيد فوز الزمالك هنا من داخل 100 عقبه ومن داخل نادي الزمالك طعم تاني شكل تاني. الزمالك يفوز بالسوبر الافريقي وجماهير الزمالك في كل مكان اوفياء بمعنى الكلمه. ومن ضمن امثله الوفاء احد مشجعي الزمالك يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه النهارده قول لي انت النهارده جيت النادي عشان تدعم النادي حتى في اصعب الظروف. بدايه بحب ابارك لجمهور الزمالك العظيم ومجلس الاداره وتحيه كبيره للجماهير العظيمه ديت والف مبروك ليهم والف الف مبروك للجماهير العظيمه والسوبر المره الثانيه من 30 سنه السوبر زملكاوي. الثاني على حساب الاهلي قصدك؟ على حساب الاهلي المره الثانيه على التوالي سنه 94 وسنه 2024 وده والتاريخ بيشهد ان الزمالك فريق كبير فريق عظيم. قول يا فندم للزمالك النهارده احلى ديربي في الدنيا ومليون مبروك لجمهور الزمالك مليون مبروك لعيبه الزمالك الابطال قسما بالله رجاله اقسم بالله ابطال ورجاله. خليني اسالك رايك النهارده في لعيبه الزمالك. الحمد لله والله ادى اداء جميل جدا والواحد مبسوط جدا من اللعيبه والحمد لله يعني ربنا وفقهم تعبنا وربنا كرمنا الحمد لله. لسه مستمرين زمالك عايزين هتحوط. خليني اسالك النهارده ناصر منسي قبل ما ينزل الناس كلها كانت شاكه في ادائه النهارده بتقول ايه؟ والله انا بقول ان ناصر محظوظ جدا النهارده برده ولعب كويس وكان يعني اداء كويس من ناصر وهو بسبب الوحيد ان شاء الله فرحناه وفرح الجماهير كلها وبشكر نادي الزمالك وبقول نادي الزمالك متالق دايما واحنا بطولاتنا دايما يعني ان شاء الله كده هنكسر الدنيا الموسم. مين نجم الماتش من وجهه نظرك؟ ناصر منسي. انا قايله لك يا بنتي تعالي انا قايله لها ناصر هينزل هيجيب قالت لي ده ناصر منسي قلت لها بقول لك ايه ناصر بيسلك مع الزحمه دي. وانت قلت ايه طيب؟ ناصر منسي بس في الاخر مش في الاول. قعدت تصور. احنا الزمالك تقولي لعيبه الزمالك هيسمعوك. لا انتوا رجاله يا جدعان والله العظيم انتوا كنتوا هتنسحبوا واحنا كنا نقف معاكم. خليني اسالك النهارده رايك كيف اداء الزمالك؟ لا الزمالك النهارده اللعيبه كلها كانت رجاله والحمد لله النادي كان محتاج بطوله عشان يبدا الموسم الجديد باستقرار ويبدا موسم كويس ان شاء الله. زميل عزيز انا هتحط دي كانت بعض اراء جماهير نادي الزمالك اللي النهارده اكيد مبسوطه جدا بالفوز واكيد مبسوطه جدا بتتويج الزمالك بالسوبر الافريقي. اكيد نرجع تاني للزميل العزيز هاني حتحوت استكمال برنامج الماتش. في سياق